السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا درس التضاعف الخلوي. تعرفنا في الفيديو السابق أن في المنطقة الميريستيمية يحدث هناك تضاعف الخلايا عن طريق الانقسام. فنقوم بتجربة على نبتة واللي هي بصلة. نترك البصلة فوق وعاء به ماء، نتأكد من أن قاعدة البصلة تلامس مستوى الماء، نحتفظ بها في زاوية آمنة لبضعة أيام. بمجرد أن تنمو جذور بحوالي 2 إلى 3 سنتيم، نقوم بقطع سنتيم واحد من أطراف الجذر، يعني فقط في نهاية الجذر، يقولون عليها قمة النامية، ونضعها في إناء زجاجي موجود فيه كارمن الخلي. هذا المحلول دوره هو ملون، يعني يستعمل لتلوين النواة وبتحديد الصبغيات، فهو يساعدنا على الرؤية الجيدة للعينة في المجهر. ثم نتركه في الحرارة لمدة دقيقتين، ثم نضع بين الصفيحة والساترة قطعة نهاية الجذر ونضيف لها من محلول كارمن الخلي، ولكن هذه المرة يكون بارد. نضغط بلطف على الساترة باستعمال قطعة فينين فتنفصل الخلايا عن بعضها، ثم نفحص بالمجهر الضوئي. نلاحظ أن الخلايا تحتوي على نواة مختلفة الشكل، هذا دليل على أن الخلايا لها نشطة، يعني هنا راها في مرحلة الانقسام. قبل ما تبدأ الخلية في مرحلة الانقسام تكون في مرحلة بينية. تتميز هذه المرحلة باكتمال نمو الخلية وزيادة حجمها، وتصبح الصبغيات تدريجيا مرئية ثم تتضاعف، يعني يرتبط كل صبغي مع صبغي متماثل معه، يعني لازم صبغي مع صبغي يكون كيف يرتبطوا، يعطونا صبغي مضاعف 2N. كروماتيد هو خط جيني رفيع، عند ارتباطه بكروماتيد متماثل له يصبح على شكل X، ونقول كروماتيدين، يعني كروماتيد زائد كروماتيد يساوي كروماتيدين، أو نقول صبغي مضاعف. يعني في المرحلة البينية الخلية الأم تكون صيغة الصبغية نتاعها 2N، يعني 2N يعني نوع الصبغيات، ويكونوا كيف يرتبطوا مع بعض 2. نعيد، قلنا في المرحلة البينية تتميز باكتمال نمو الخلية وزيادة حجمها وتضاعف الصبغيات، ويتم الإصلاح الأنسجة التالفة وبناء الأنزيم اللازم للانقسام. يعني هنا راح تمهد لمرحلة الانقسام. عندما تصبح جاهزة تبدأ مراحل الانقسام. أولها مرحلة تمهيدية، الصبغيات المضاعفة فيها تتكاثف وتتحلزم، وفي السيتوبلازم يتشكل بين قطبي الخلية مغزل لا لوني، وهو مكون من ألياف قطبية وألياف صبغية، ويتمزق الغلاف النووي. الأهمية التمزق متاعه في أنه يسمح بتبعثر الصبغيات في الهيولة ويسهل ارتباطها بخيوط المغزل. المرحلة الاستوائية ترتضم الصبغيات على خط الاستواء الخلية وارتباط خيوط المغزل بالجزء المركزي للصبغي. المرحلة الانفصالية ينفصل كروماتيدا كل صبغي بعد انشطال الجزء المركزي، يهاجر كل صبغي مفرد إلى أحد قطبي الخلية نتيجة مد خيوط المغزل. المرحلة النهائية، عند وصول صبغيات كل مجموعة إلى قطبي الخلية يبدأ تدريجيا اختفاء خيوط المغزل للصبغيات نتيجة زوال تكاثفها، يعني الصبغيات ترجع الحالة الأولى على شكل خطوط رفيعة، ويتشكل حول كل مجموعة من الصبغيات المنفردة غلاف نووي. ثم انقسام الهيولة، وذلك بتكوين صفيحة خلوية ناتجة عن اتحاد حويصلات الجهاز الكولجي، في الأخير يتشكل خليتين بنتين بكل واحدة نفس عدد صبغيات خلية الأم. تحتفظ إحداهما بخاصيتها الميريستيمية وتدخل في انقسام جديد، بينما تستطيل الخلية الثانية.
تكلمنا بخصوص مراحل الانقسام عند الخلية الحيوانية، فهي تشبه الخلية النباتية. في المرحلة التمهيدية لدينا كروماتيدين مرتبطين ببعضهما في نقطة مركزية يقنى له الجزء المركزي، يبدأ الغشاء النووي بالتلاشي. في المرحلة الاستوائية تتموضع الصبغيات على خط الاستواء وترتبط بخيط المغزل الصادر هنا من الجسيم المركزي. ولكن في الخلية النباتية لا تحتوي على الجسيم المركزي، فالمغزل اللالوني يتشكل من ألياف قطبية وصبغية، وفي الخلية الحيوانية يتشكل انطلاقا من الجسيم المركزي الذي يتحول إلى كويكب، فتصدر أشعة كوكبية. يعني يتشكل مغزل لالوني من ألياف قطبية وصبغية وكويكبة. في المرحلة الانفصالية ينفصل كروماتيدات عن بعضهما ويتجه كل منهما نحو قطبي الخلية تحت تأثير خيوط المغزل. وفي المرحلة النهائية تشكل الصبغيات على هيئة خطوط رفيعة، يعني زوال تحلجم. تشكل الغشاء النووي حول كل مجموعة متشابهة وانقسام الهيولة من خلال اختناق. يعني هذا اختلاف ثاني بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. الخلية النباتية قلنا الانقسام يتم بتشكل صفيحة خلوية، وهنا قلنا من خلال اختناق في منتصف الخلية. نعيد، إذن يوجد اختلافين في الخلية النباتية. يتشكل بين قطبي الخلية المغزل اللالوني وهو مكون من ألياف قطبية وألياف صبغية، وفي الخلية الحيوانية يوجد الجسيم المركزي الذي يتكون من مركزين، يتشكل كل واحد منهما نجيمة أو نقول كويكب، يتكون بينهما المغزل اللالوني. وفي المرحلة النهائية يتم انقسام الهيولة في الخلية النباتية بتكوين صفيحة خلوية، وفي الخلية الحيوانية يتم انقسام الهيولة بالاختناق. وفي الأخير نتحصل على كلتا الحالتين على خليتين بنتين. إذن الهدف من الانقسام الخيط المتساوي هو النمو، وذلك عبر ظهور أعراض كزيادة الطول والوزن، التجديد الخلوي يعني إنتاج خلايا جديدة تأخذ مكان خلايا تالفة، والحفاظ على الصيغة الصبغية 2N المتشابهة لخلية الأم ونقل الصفات الوراثية. ولكن لا يتحقق هذا الانقسام إلا إذا توفرت المواد الضرورية التي سنتعرف عليها في الفيديو القادم. وإلى اللقاء.